بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله أجمعين. السلام عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء بكم أيها الأحبة تحت مظلة الوفاء والعرفان لسماحة الأب الراحل الحنون الشيخ عبد الأمير الجمري قدس الله سره، الذي نعجز بهذا العمل الزهيد في إكرام حضرته نحو رايته الصالحة أساسها الوطنية ومبدأها المساواة. لا زلنا في صدى إحيائها، فنحن نستلهم منها روحا خالدة لا ثانية. غايتنا أن نكشف من هذا الكنز الثمين الذي تركته أنامله بصمات يشهد لها التاريخ، هذه الشخصية التي لم تفرق بين صغير وكبير ولا بين يتيم ومسكين. رؤيتنا أن نحفظ نهجه ومسيرته المباركة لتكن كما كانت، وستظل رمزا شامخا لنا وشريانا يسري في عروق الجيل القادم. في هذا العام نتطلع إلى طرح متنوع في المهرجان يحمل حكايا مضت وكانت حوار الأمس في محل حضرته. وقف للحق نصيرا، وللظلم رادعا، وللعدل مطبقا، بسمته أزاحت هموم تلتها غموم، حنون غيور قانع وللخير معطاء، هامة طريقها الكفاح وفي يدها طلب الإصلاح، لا تريد الزعزعة ولا الفساد، سمح والتواضع يحفوه، رجل أحب الخير لأبناء وطنه وصفاء قلبه، خلف عشاقا حتى ردد الطفل اسمه وأصبح حديث الطيب عند الناس. المحراب، المنبر، الورق والقلم، كل منهم حظى بشرف لقائه. ذاب الوالهون في لقياه واشتاقوا إليه كما اشتاق يعقوب إلى يوسف. على العهد باقون وعلى نهجك يا شيخنا سائرون، سلام لروحك يا شيخنا، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.